بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الداء والدواء، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس 44. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: اعلم أن أنفع المحبة على الإطلاق وأوجبها وأعلاها وأجلها محبة من جبلت القلوب على محبته، وفطرت الخليقة على تأليهه، وبها قامت الأرض والسماوات، وعليها فطرت المخلوقات، وهي سر شهادة أن لا إله إلا الله. فإن الإله هو الذي تألهه القلوب بالمحبة والإجلال والتعظيم والذل له والخضوع والتعبد، والعبادة لا تصلح إلا له وحده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، على آله وأصحابه، أما بعد، فإن العبادة عبادة الله سبحانه وتعالى أنواع كثيرة، ظاهرة وباطنة، ظاهرة على الألسنة والجوارح، وباطنة في القلوب. وأعظمها، أعظم أنواع المحبة، أعظم أنواع العبادة المحبة، محبة الله سبحانه وتعالى، وهو معنى الألوهية، لأن الأله معناه، أو الوله معناه المحبة، فالإله هو المحبوب. وكيف لا يحب سبحانه وتعالى وهو المنعم بجميع النعم، والقلوب مجبولة على حب من أحسن إليها. ولا أعظم إحسانا من الله سبحانه وتعالى، فهو المنعم بدقائق النعم وجلائلها، ظاهرها وباطنها، فهو الذي يحب محبة خالصة عظيمة. المحبة نوع من أنواع العبادة، وهي أعظم أنواع العبادة، لا أنها هي العبادة كما تقوله الصوفية. الصوفية يقولون إن العبادة معناها المحبة، ويقولون نحن نعبده لأننا نحبه، لا نعبده طمعا في جنته ولا خوفا من ناره، فلا يقولون، وهذا ضلال. بل الله جل وعلا يعبد لأنه يحب، ولأنه يخاف، ولأنه يرجى، لا للمحبة فقط، بل يحب ويخاف ويرجى. والله جل وعلا ذكر عن الأنبياء أنهم يدعون ربهم خوفا وطمعا، وذكر عن خلاصة عباده أنهم يدعون ربهم خوفا وطمعا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوفا من عقابه وطمعا في ثوابه. وقال عن الأنبياء: ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا أي رجاء، ورهبا يعني خوفا. فالله جل وعلا يعبد بجميع أنواع العبادة، ومنها المحبة. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، فالله أحب إليهم من كل شيء. ولذلك لا يؤثرون على محبته شيئا، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالمؤمنون لا يقدمون على محبة الله شيئا، لا محبة الوالد، ولا محبة الولد، ولا محبة المال،
ولا محبة النفس ولا أي شيء، فيقدمون ما يحبه الله عز وجل. ولهذا قال يحبهم ويحبونه، فالله يحبهم وهم يحبون الله عز وجل. نعم. والعبادة هي كمال الحب مع كمال الخضوع والذل. نعم، العبادة أصلها كمال الحب مع كمال الذل، وأما محبة بدون ذل فليست عبادة. فالإنسان يحب زوجته ويحب المال ويحب لكنه لا يذل لهم، وكذلك الذل من دون محبة لا يسمى عبادة. الإنسان يخاف من الجبابرة ويخاف من السباع ويخاف من المؤذيات، لكن ليس هذا عبادة لها، وإنما هذا حب، هذا خوف طبيعي، لأنه ليس معه ذل وخضوع. فالمحبة مجتمع، فالعبادة مجتمع فيها غاية المحبة مع غاية الذل والخضوع لله عز وجل. نعم. والشرك في هذه العبودية من أظلم الظلم الذي لا يغفره الله. الله تعالى يحب لذاته من جميع الوجوه، وما سواه فإنما يحب تبعا لمحبته. وقد دل على وجوب محبته سبحانه جميع كتبه المنزلة، ودعوة جميع رسله، وفطرته التي فطر عباده عليها، وما ركب فيهم من العقول، وما أسبغ عليهم من النعم. فإن القلوب مفطورة مجبولة على محبة من أنعم عليها وأحسن إليها، فكيف بمن كل الإحسان منه؟ وما بخلقه جميعهم من نعمة فمنه وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. نعم، القلوب مفطورة ومجبولة على حب من أحسن إليها، والإحسان كله من الله سبحانه. وما بكم من نعمة فمن الله، أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهو الذي يحب محبة عظيمة خالصة، وما سواه فإنه يحب تبعا لا قصدا، وإنما يحب تبعا. نعم. وما تعرف به إلى عباده من أسمائه الحسنى وصفاته العلى، وما دلت عليه آثار مصنوعاته من كماله ونهاية جلاله وعظمته. والمحبة لها داعيان: الجمال والجلال. فالرب تعالى له الكمال المطلق من ذلك، فإنه جميل يحب الجمال، فللجمال كله له، والإجلال كله منه، فلا يستحق أن يحب لذاته من كل وجه سواه. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى: يا أيها لما ادعى اليهود أنهم يحبون الله امتحنهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إن كنتم صادقين في أنكم تحبون الله فاتبعوا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فعلامة المحبة، علامة محبة الله اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ادعى أنه يحب الله ولا يتبع الرسول فهذا كذاب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمحبة الله لها علامات ولها ثمرات. علاماتها اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته، قل أطيعوا الله والرسول. وثمراتها يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه ثمرة محبة الله، أن من أحب الله غفر الله له ذنوبه وأحبه وخصه بالمحبة من عباده دون غيره. أما الكفار فإن الله يبغضهم، إن الله عدو للكافرين. نعم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. نعم. إنما وليكم الله. نعم. إنما وليكم الله. الله سبحانه وتعالى قال في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فالله جل وعلا لا يترك دينه، بل إنه يهيئ له من يقوم به، فإذا ارتد عنه ناس هيأ الله له آخرين. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فالله لا يضيع دينه أبدا، بل يقيض له من يقوم به. في هذه الآية دليل على ذلك: من يرتد منكم عن دينه فهو إنما ضر نفسه، لا يضر الدين ولا يضر الله سبحانه وتعالى، إنما يضر نفسه، وإلا فالدين محفوظ ويهيئ له الله من يقوم به بدلا من هذا الذي تركه وارتد عنه. يحبهم ويحبونه تبادل، فالله يحبهم وهم يحبون الله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك أنهم يجاهدون في سبيل الله، يبذلون أنفسهم وأموالهم في سبيل الله، أحب شيء إليهم أنفسهم يبذلونها في سبيل الله، لأن الله أحب إليهم من أنفسهم، فيبذلون أنفسهم وأموالهم في نصرة الله سبحانه ونصرة دينه. هذه علامة المحبة، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وقد جاء مصداق هذه الآية في قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه مع المرتدين، لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ارتد جماعات من العرب، فقيض الله لهم أبا بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فجاهدوا المرتدين وقاتلوهم حتى نصر الله بهم دينه وأعلى بهم كلمته وخذل المرتدين. فهذا من مدلول هذه الآية الكريمة، مما وعد الله به سبحانه وتعالى، حيث جاء بأبي بكر والصحابة فقاتلوا المرتدين. يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، نحو المؤمنين أذلة، يعني يلينون لهم ويرحمونهم ويشفقون عليهم، وأما على الكفار فهم أعزة أقوياء لا يلينون معهم ولا يحابونهم في دين الله عز وجل. هذه علامة المحبة، محبة الله سبحانه وتعالى. نعم. أما من زعم أنه يحب الله ولكنه لا يجاهد في سبيل الله ولا يدافع عن دين الله عز وجل ولا ينفق في سبيل الله، هذا كذاب في دعواه المحبة، بل إنما له أحب إليه من الله ونفسه أحب إليه من الله، ولذلك لم يجاهد بماله ونفسه. قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ثم قال: إنما وليكم الله ورسوله، الذي يجب أن تحبوه وتوالوه الله ورسوله والذين آمنوا. فالمؤمن يحب الله ويحب رسوله ويحب المؤمنين، هذه علامة الإيمان. أما الذي يبغض أهل الإيمان ويحب أهل الكفر فهذا دليل على عدم إيمانه، لأنه يحب أعداء الله، وعلامة محبة الله بغض أعداء الله،
بغض من يبغضهم الله، تحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له، ما ذاك في إمكاني؟ وتعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان؟ نعم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذه علاماتهم، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون لله عز وجل، يركعون لله ويسجدون لله ويحافظون على صلاتهم ويؤدون الزكاة، هذه علامة الإيمان. نعم. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ومن يحب الله يتولى الله، يعني يحب الله. من يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هؤلاء حزب الله، وحزب الله هم الغالبون. أما الذين يبغضون الله ورسوله ويبغضون المؤمنين فأولئك حزب الشيطان، حزب الشيطان. فهما حزبان، حزب الله وحزب الشيطان، ينظر الإنسان مع أي الحزبين هو. نعم. والولاية أصلها الحب، فلا موالاة إلا بحب. الولاية بفتح الواو الحب، وأما الولاية بكسر الواو فمعناها الإمارة. نعم. والولاية أصلها الحب، فلا موالاة إلا بحب، كما أن العداوة أصلها البغض، والله ولي الذين آمنوا وهم أولياؤه، فهم يوالونه بمحبتهم له، وهو يواليهم بمحبته لهم، والله تعالى يوالي عبده بحسب محبته له. ولهذا أنكر سبحانه على من اتخذ من دونه أولياء، بخلاف من والى أولياءه، فإنه لم يتخذهم أولياء من دونه، بل موالاته لهم من تمام موالاته. وقد أنكر على من يسوي بينه وبين غيره في المحبة، وأخبر أن من فعل ذلك فقد اتخذ من دونه أندادا يحبهم كحب الله. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم، المشركون يحبون الله ويحبون معه الأصنام والمعبودات من دون الله، أشركوا بالمحبة. أما المؤمنون فإنهم أخلصوا المحبة لله ولا يحبون معه غيره، ولذلك قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم. وأخبر عمن يسوي بينه وبين الأنداد في الحب أنهم يقولون في النار لمعبوديهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. نعم، الشرك هو تسوية غير الله بالله، تسوية غير الله بالله عز وجل، لأن الذين عبدوا الأصنام والأشجار والأحجار جعلوها معادلة لله عز وجل ومساوية له، ولذلك عبدوها، لولا أنهم يرون أنها مساوية لله ما عبدوها، ولذلك يندمون يوم القيامة إذا جمعوا هم ومعبوداتهم في جهنم، قالوا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. والذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يسوونه بغيره، فالكافر والمشرك سوى غير الله بالله. نعم. وبهذا التوحيد في الحب أرسل الله سبحانه جميع رسله، وأنزل جميع كتبه، وأطبقت عليه دعوة جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم، ولأجله خلقت السماوات والأرض والجنة والنار، فجعل الجنة لأهله والنار للمشركين به فيه. نعم، الله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب الدعوة إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة، ومنها المحبة. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أنه لا إله إلا أنا فاتقون. الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب من أجل عبادته وحده لا شريك له، لأن العبادة ما
ما تؤخذ من العقل والتفكير والتقاليد، وإنما تؤخذ من الوحي. فلا يعبد الله إلا بما شرع في كتبه وعلى ألسنة رسله. العبادة توقيفية، ما يجوز لأحد أنه يعبد الله بدون دليل من الكتاب والسنة، لأن يستحسن شيئاً أو يقلد أحداً، أو هذا كله لا يجوز. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود عليه. فالعبادة توقيفية لا يشرع منها شيء إلا بدليل. نعم. وقد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤمن عبد حتى يكون هو أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، فكيف بمحبة ربي جل جلاله؟ النبي صلى الله عليه وسلم أقسم وقال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. يكون الرسول أحب إليه من نفسه حتى، ومن ولده ووالده والناس أجمعين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، وهدانا به إلى الصراط المستقيم. فلا أحد من الخلق أحب من الرسول صلى الله عليه وسلم. ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد محبة الله، وهي تابعة لمحبة الله سبحانه وتعالى. فالأصل محبة الله جل وعلا، ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله عز وجل. فإذا كان الإنسان لا يؤمن حتى يكون الرسول أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، فكيف بمحبة الله جل وعلا التي هي الأصل؟ نعم. وقال لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لا حتى أكون أحب إليك من نفسك، أي لا تؤمن حتى تصل محبتك إلى هذه الغاية. لما قال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال له صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: والله لأنت الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. فنحب الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من محبتنا لأنفسنا، لأن الرسول هو الواسطة بيننا وبين الله، وهو الذي دلنا على الخير، وهو الذي علمنا، وهو الذي دعانا إلى الله. فلولا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما عرفنا الله سبحانه وتعالى، ولا عرفنا كيف نعبد الله، ولا عرفنا الحق من الباطل، ولا عرفنا الهدى من الضلال، إلا هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن ليس معنى ذلك أننا نبتدع في حق الرسول صلى الله عليه وسلم ونزعم أن هذا من محبته، فنعمل الموالد، الاحتفالات بالموالد بمناسبة مولد الرسول كما يقولون، هذه بدعة، وهذه يبغضها الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول يبغض البدع ونهى عنها، بل نهى أن يغلو الناس في حبه صلى الله عليه وسلم. قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فلا يرفع فوق منزلته صلى الله عليه وسلم إلى منزلة الألوهية والربوبية. هذا حق لله، لله حق ليس لعبده، ولعبده حق، هما حقان. لا تجعلوا الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. فالله له حق، هو أصل الحقوق، والرسول له حق، ولا يخلط بين الحقين. فحق الله هو العبادة، وحق الرسول صلى الله عليه وسلم هو الاتباع والمحبة له صلى الله عليه وسلم ونصرة دينه. هذا حق الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس له حق من العبادة، إنما هذا حق لله جل وعلا. والذي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم يترك البدع، لأن الرسول نهى عن البدع، قال: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فعمل الاحتفال بمناسبة مولده كما يزعمون، هذا بدعة، والرسول لا يحب البدع،
ولا يرضى عنها. نعم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بنا من أنفسنا في المحبة ولوازمها، أفليس الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه وتبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره أولى بمحبة عباده من أنفسهم؟ وكل إذا كان إذا كان يجب علينا أن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من محبتنا لأنفسنا، ألا يكون الله أولى بذلك أيضا، أن نحبه أعظم من محبة غيره؟ لا محبة الرسول ولا غيره، محبة الله لا يشاركها شيء. نعم. وإنما محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله. نعم. وكل ما منه إلى عبده المؤمن يدعوه إلى محبته مما يحب العبد ويكره، فعطاؤه ومنعه ومعافاته وابتلاؤه وقبضه وبسطه وعدله وفضله وإماتته وإحياؤه ولطفه وبغه ورحمته وإحسانه وستره وعفوه وحلمه وصبره على عبده وإجابته لدعائه وكشف كربه وإغاثة لهفته وتفريج كربته من غير حاجة منه إليه، بل مع غناه التام عنه من جميع الوجوه، كل ذلك داع للقلوب إلى تألهه ومحبته، بل تمكينه عبده من معصيته وإعانته عليها وستره حتى يقضي وطره منها وكلاءته وحراسته له، ويقضي وطره من معصيته يعينه ويستعين عليها بنعمه، من أقوى الدواعي إلى محبته. فلو أن مخلوقاً فعل بمخلوق أدنى شيء من ذلك لم يملك قلبه عن محبته، فكيف لا يحب العبد بكل قلبه وجوارحه من يحسن إليه على الدوام بعدد الأنفاس مع إساءته؟ نعم. مما يوجب محبة الله سبحانه وتعالى زيادة على نعمه وتوفيقه أن العبد إذا عصى الله وخالف أمره فإن الله لا يبادره بالعقوبة، بل يمهله ويستر عليه ولا يفضحه، وإذا تاب تاب عليه ومحى ذنبه، فهذا مما يوجب محبة الله سبحانه وتعالى. أنت لو أخطيت على واحد من الناس الواحد يبغضك ويعاديك ويبتعد عنك، أما الله جل وعلا فإنه لا يؤاخذك على ما تفعل إلا بعد أن تتمرد عن طاعته وتتمرد عن التوبة. أما ما دام يمكن أنك تتوب فإن الله يمهلك ويستر عليك ويرزقك ويعطيك حتى تتوب إليه سبحانه وتعالى. فهذا مما يوجب محبة الله عز وجل، صفحه وعفوه وكرمه وجوده على عباده وهم يعصونه ويخالفون أمره. نعم. فخيره إليه نازل وشره إليه صاعد، خير الله إلى عباده نازل دائما وأبدا ولا ينقطع، وشر العباد يصعد إلى الله بالذنوب والمعاصي والسيئات. نعم. هذا من العجائب، إنه يحسن إليك وأن تسيء إليه، ومع هذا لا يعاجلك بالعقوبة، بل يحلم ويمهل، وإذا تبت إليه تاب عليك ومحى ذنبك. نعم. يتحبب إليه بنعمه وهو غني عنه، والعبد يتبغض إليه بالمعاصي وهو فقير إليه. هذا من العجائب، الله يعطيك وينعم عليك وهو غني عنك ويطلب منك التوبة لأجل مصلحتك أنت، أما الله جل وعلا فإنه لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية، لكن منفعة الطاعة لك ومضرة المعصية عليك، فالله يريد لك الخير، يريدك لنفسك، وإلا فالله غني عنك، فأنت تعاديه وتعصيه وأنت فقير إليه، وهو يحسن إليك وهو غني عنك. هذا من العجائب. نعم. فلا إحسانه وبغه وإنعامه عليه يصده عن معصيته، ولا معصية العبد ولؤمه يقطع إحسان ربه عنه، فلذلك يرزق الله الكفار وهم أعداؤه، يرزقهم الله، يطعمهم ويسقيهم ويؤويهم وهم أعداؤه، هذا دليل على حلمه سبحانه وتعالى. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة،
فكونه ينعم حتى على أعدائه على الكفار هذا دليل على ربوبيته سبحانه وتعالى وإلهيته، وأنه المستحق للشكر والحمد والثناء. نعم. فألأم اللؤم تخلف القلوب عن محبة من هذا شأنه وتعلقها بمحبة سواه. نعم. وأيضا فكل من تحبه من الخلق ويحبك إنما يريدك لنفسه وغرضه منك. نعم، الخلق لا يحبونك إلا لغرض، يريدون منك نفع ويريدون منك قضاء حوائجهم، فهم يحبونك لأجل حاجتهم إليك. أما الله جل وعلا فهو يحبك وهو غني عنك وليس بحاجة إليك. نعم. والله تعالى يريدك لك كما في الأثر الإلهي: عبدي كل يريدك لنفسه وأنا أريدك لي. فكيف لا يستحي العبد أن يكون ربه له بهذه المنزلة وهو معرض عنه مشغول بحب غيره، قد استغرق قلبه بمحبة سواه. وأيضا فكل من تعامله من الخلق إن لم يربح عليك لم يعاملك، ولا بد له من نوع من أنواع الربح، والرب تعالى إنما يعاملك لتربح أنت عليه أعظم الربح وأعلاه. والله جل وعلا يأمرك بالطاعات لأجل أن يضاعفها لك، يأمرك بالإنفاق من أجل أن يضاعف لك أجر النفقة أضعافا كثيرة. ما هو يطلب منك لحاجته، وإنما يطلب منك لحاجتك أنت، فأنت حينما تنفق فإنما تنفع نفسك، ويزيد الله أجرك من عنده فضلاً منه وإحساناً إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فهو يطلب منك لك، يطلب منك لك، أما المخلوق فإنه يطلب منك له، يطلب منك له. نعم. والدرهم بعشرة أمثاله إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بواحدة وهي أسرع شيء محوى. ومن عدله سبحانه أنه لا يضاعف السيئة، بل السيئة بمثلها أو يعفو الله عنها، أما الحسنة فإنه يضاعفها أضعافا كثيرة لا يعلمها إلا هو سبحانه، هذا من فضله وكرمه. نعم. وأيضا فهو سبحانه خلقك لنفسه وخلق كل شيء لك في الدنيا والآخرة، فمن أولى منه باستفراغ الوسع في محبته وبذل الجهد في مرضاته. وأيضا فمطالبك بل مطالب الخلق كلهم جميعا لديه، وهو أجود الأجودين وأكرم الأكرمين، أعطى عبده قبل أن يسأله فوق ما يؤمله، فوق ما يؤمله، يشكر القليل من العمل وينميه، ويغفر الكثير من الزلل ويمحوه، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، لا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه كثرة المسائل، ولا يتبغم بإلحاح الملحين، بل يحب الملحين في الدعاء، ويحب أن يسأل، ويغضب إذا لم يسأل، يستحي من عبده حيث لا يستحي العبد منه، ويستره حيث لا يستر نفسه، ويرحمه حيث لا يرحم نفسه، دعاه بنعمه وإحسانه وأياده إلى كرامته ورضوانه فأبى، فأرسل رسله في طلبه، وبعث إليه معهم عهده، ثم نزل إليه سبحانه نفسه وقال: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، كما قيل: أدعوك للوصل تأبى، أبعث رسولي في الطلب، أنزل إليك بنفسي، ألقاك في النوم. وكيف لا تحب القلوب في النوم؟ كما قيل: أدعوك للوصل تأبى، أبعث رسولي في الطلب، أنزل إليك بنفسي، ألقاك في النور. نوب صلى الله، ألقاك في النور. نوب الواو بفتح الواو. أحسن الله إليك. ألقاك في النوم. نعم. أنزل إليك بنفسي، ألقاك في النوم. إيش؟ في النوب بالباء. أحسن الله إليك. كما قيل: أدعوك للوصل تأبى، أبعث رسولي في الطلب، أنزل إليك بنفسي، ألقاك في النوب. نعم، في النوب يعني في الحاجات. نعم. وكيف لا تحب القلوب، وكيف لا تحب القلوب من لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يذهب بالسيئات إلا هو، ولا يجيب الدعوات ويقيل العثرات، ويغفر الخطيئات ويستر العورات، ويكشف الكربات، ويغيث اللهفات، وينيل الطلبات سواه. نعم. فهو أحق من ذكر، وأحق من شكر،
وأحق من عبد وأحق من حمد وأبصر من ابتغى وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى وأرحم من استرحم وأكرم من قصد وأعز من التجأ إليه وأكفى من توكل العبد عليه، أرحم بعبده من الوالدة بولدها، وأشد فرحا بتوبة التائب من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة إذا يئس من الحياة ثم وجدها. وهو الملك لا شريك له، والفرد فلا ند له، كل شيء هالك إلا وجهه، لن يطاع إلا بإذنه ولن يعصى إلا بعلمه، يطاع فيشكر وبتوفيقه ونعمته يطيع، ويعصى فيغفر ويعفو حقه أضيع، فهو أقرب شهيد وأجل حفيظ وأوفى بالعهد وأعدل قائم بالقسط، جال دون النفوس وأخذ بالنواصي. نعم أحسن الله إليك. جال دون النفوس حال أحسن الله إليك. حال دون النفوس وأخذ بالنواصي وكتب الآثار ونسخ الآجال، فالقلوب له مفضية والسر عنده علانية، والغيب لديه مكشوف، وكل أحد إليه منهوف، وعنت الوجوه لنور وجهه، وعجزت العقول عن إدراك كنهه، ودلت الفطر والأدلة كلها على امتناع مثله وشبهه، أشرقت لنور وجهه الظلمات، واستنارت له الأرض والسماوات، وصلحت عليه جميع المخلوقات، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، ولو كشفه لاحقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، ما اعتاض باذل حبه لسواه من عوض ولو ملك الوجود بأسره. فصل، وها هنا أمر عظيم. يكفي.